في المجال الصحي، وفي ولاية قفصة، تم اختراع جينة مسؤولة عن تكوين العين من قبل باحثة تونسية متميزة خصوصيات هذا الاختراع نتعرف عليه في النقل التالي. الجينة المكتشفة هي الثانية من نوعها التي تم اكتشافها كجينة مسؤولة على التكوين الجيني للعين في حجمها الطبيعي. والاكتشاف بإمضاء باحثة تونسية خريجة الجامعات التونسية، وهو ثمرة بحث تواصل قرابة 8 سنوات. وجدنا ياسر عائلات في تونس، 6 عائلات من مختلف الجمهور، وفي هذه العائلات هناك عدد كبير من المصابين، ودونك احنا اهتمينا بهم. استغربنا شوية خاطر الحالات الموجودة في العالم أكثرتها حالات منفردة، وقليل باش يتوجد عائلات هكا بالحجم هذيا. دونك العائلات هذيا يكثر فيها ياسر زواج الأقارب، وأنجزنا تحليل جيني لمعرفة شنو العامل الوراثي بالضبط المتسبب في هذا المرض اللي موجود عند العائلات. اللي صار أنه في مرحلة أولى حاولنا نحدد موضع الجينة هذه المورثة المتسببة بعد تحديد موضعها اللي كان في المرحلة الأولى. المرحلة الثانية هي التعرف على هوية هذه الجينة، وبالفعل معناها في غضون عامين والحمد لله، معناها من 2009 تو 2011 توصلنا التعرف على الهوية هذه نتاع الجينة، خاصة أنه اللي وصلنا له أنه في العائلات نتاعنا تعرفنا على الطفرات المتسببة في هذا المرض. منيرة سبقت في دراستها زملاء لها أمريكان قاموا بنفس البحث على الفئران، مما جعل نتائج بحثها مرجعا يتصدر أعرق المجلات العلمية المختصة. من ضمن اللي اتصلوا بي فريق أمريكي، الفريق هذايا جيت اتصل بي بعد مدة قصيرة من نشر البحث الأول. بالنسبة لي له في الأبحاث نتاعو توصلوا النموذج حيواني اللي هو من الفئران، وسبحان الله النموذج هذايا عنده نفس المرض اللي متواجد عند العائلات نتاعنا. هي مفخرة لعائلتها ولتونس وللنساء العربيات الباحثات في المجال العلمي، ومكسب إنساني يخطو بخطى ثابتة في أروقة ومخابر مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس.